يعطيكم العافية. اليوم رح نحكي عن الميتوزيس. الميتوزيس it is a cell division that produces genetically identical cells which can undergo cell division again as their mother cell. الميتوزيس اللي هو بالعربي الانقسام المتساوي هو عبارة عن نوع من أنواع الانقسام الخلوي اللي منتج خلايا بتكون خلايا متطابقة جينيا مع الخلية الأم، وهاي الخلايا عندها كمان القدرة على الانقسام زيها زي الخلية الأم. الميتوزيس is an important phase in cell cycle. الميتوزيس هو عبارة عن مرحلة مهمة من دورة الخلية. طب شو هي دورة الخلية؟ The cell cycle is a sequence of events in which cell duplicates its DNA chromosomes and then it divides by mitosis. السيل سايكل هي عبارة عن مجموعة من المراحل أو مجموعة من الأحداث اللي بتمر فيها الخلية حتى تطلع في الدي ان اي أو الكروموسوم تبعها، وبعدها بتنقسم عن طريق الميتوزيس اللي هو الانقسام المتساوي. فالسيل سايكل أحد مراحلها راح نشوف بعدين إنه هو الميتوزيس. فالسيل سايكل it has two phases، يعني إلها مرحلتين، مرحلة غير انقسامية non dividing phase وال dividing phase اللي هي المرحلة الانقسامية. المرحلة الغير انقسامية بسموها الانترفيس، وهي بتتضمن في داخلها ثلاث مراحل الجي 1 والاس والجي 2 فيز، وهي مرحلة مش جزء من الميتوزيس، مش جزء من الانقسام المتساوي، وهي المرحلة ما بصير فيها أي نوع من أنواع الانقسامات، هي فقط بتم فيها الهدف منها كاملا إنها تجهز لعملية الانقسام وإنها تطلع في الدي ان اي. المرحلة الثانية من السيل سايكل هي الديفايدنج فيز أو الام فيز، بتتضمن اللي هي الميتوزيس والسايتوكينيسيس. إذا في عنا dividing phase تسمى mitotic phase أو تسمى الM phase، فيها مرحلتين. مرحلة تسمى الميتوزيس اللي هي عبارة عن nuclear division أو karyokinesis، عبارة عن انقسام للمادة الوراثية للنوع. في عنا الجزء الثاني من اللي هو الM phase أو الميتوتيك phase اللي هو cytokinesis اللي هو انقسام السيتوبلازم. إذا في عنا cell cycle dividing phase و non-dividing phase. ال non-dividing phase تسمى الinterphase، وهي عبارة عن ثلاث مراحل G1 والS والG2. المرحلة الثانية اللي هي dividing phase المرحلة الانقسامية الميتوتيك phase أو الM phase، فيها انقسامين لشغلتين. أول انقسام بيكون يسمى الكاريوكينيسيس nuclear division أو يسمى الميتوزيس اللي هو انقسام النواة. المرحلة اللي بعدها هي عبارة عن سايتوكينيسيس اللي هي انقسام السيتوبلازم. زي ما احنا شايفين في هاي الصورة هي عبارة عن السيل سايكل، اول مرحلة الجي 1 بعدها الاس والجي 2، هاي كلياتها عبارة عن مراحل بتم فيه، هي تعتبر من الانترفيس، بتشكل تقريبا 90% من السيل سايكل، وال10% ظلت للميتوتيك فيز هي عبارة عن ميتوزيس اور نيوكليار ديفيجن والسايتوكينيسيس اور سايتوبلازم ديفيجن. فبالغالب بما انه 90% هي من السيل سايكل عبارة عن الانترفيس، فاحنا بالغالب لما بنشوف الخلية رح نشوفها خلال مرحلة الانترفيس، وقليل ونادر ما نشوفها في مرحلة الميتوتيك فيز، لانها فقط بتمثل 10% من السيل سايكل. وهي نفس الصورة اللي هي عبارة عن سيل سايكل اللي هي بتتمثل في انترفيس اللي هي الجي 1 او تسمى الجاب او الكروث فيز 1، بعدها في عنا الاس فيز اللي هي عبارة عن سينثيسيس فيز بتم فيها التكوين للدي ان اي. المرحلة اللي بعدها هي عبارة عن الجروث أو الجاب فيز اللي هي الجاب 2 فيز، وهنا عبارة عن ثلاث مراحل جي و اس و جي 2، هي هاي الانترفيز. ضل في عنا الميتوتيك فيز هي فيها ميتوزيس، وفي عنا السيتوكينيسيس. أول إشي لازم نعرف المصطلحات اللي هي شو يعني جينوم، شو يعني جين، شو يعني كروموسوم وكروماتين. أول إشي نبلش في الكروموسوم، هو عبارة عن DNA and protein complex، عبارة عن DNA ملتف حول اللي هي بروتينات، وهاي DNA زي ما بن أو هاي الكروموسوم بيحمل جينات. طب شو هو الجين؟ الجين هو عبارة عن ترتيب معين من DNA أو ترتيب معين من النيوكليوتيدات اللي بتمثل اللي أو مسؤولة عن صفة معينة، فهو يسمى الوحدة الوراثية. فالجين ممكن نحكي إنه جزء من الكروموسوم أو منطقة معينة منه. الكروموسوم
الكروماتين هو نفسه الكروموسوم DNA وبروتين كومبلكس وبيحمل جينات ولكنه بالشكل decondensation. كيف يعني بشكل decondensation؟ يعني في الشكل الغير مكثف الغير محزم، يعني بيكون لسه بشكله الخيطي شكله الرخو، بيكون الخيوط طويلة ورفيعة ورؤيتها صعبة. بس لما يصير عملية تكثيف عملية حزم بتحول من كروماتين بدل ما كان شكله الرخو وهو كروماتين إلى كروموسوم، فهي نفس التركيب نفس كل إشي ولكن من ناحية الكوندنسينيشن. الجينوم هو عبارة عن كامل اللي هي المعلومات الوراثية أو كامل الجينات اللي موجودة في الأورغانيزم. طيب نحكي أول إشي عن مرحلة الانترفيز G1 والأس والG2. الكروموسوم is in chromatin form. الكروموسوم خلال اللي هي حكينا أو المادة الوراثية أو DNA خلال حكينا اللي هي مرحلة الانترفيز يكون في شكل الكروماتين على شكل نيكليوسوم، يعني عبارة عن هاي هي البروتين اللي هي الدوائر ملتف حواليها DNA وشكلها رخو، هاي عبارة عن الكروماتين. خلال أول ثلاث مراحل اللي هي الانترفيز G1 والS والG2 فيز بيكون بهاي الشكل، لكن خلال الميتوزيس في أحد مراحله رح يصير له عملية كوندنسينيشن عملية تكثيف وحزم، فبتصير خيوطه بدل ما كانت طويلة ورفيعة بتصير قصيرة وسميكة وعملية رؤيتها أسهل تمييزها أسهل. لكن إحنا لما رح نشرح رح نحكي عن في مرحلة الانترفيز رح نسهل، بدل ما نحكي إنه كروماتين رح نستبدلها في كروموسوم، ولكن هو بيكون عبارة عن كروماتين، بس إحنا للتسهيل رح نحكي إنه كروموسوم عشان نعرف نشرحه بشكل أسهل. نبدأ في الانترفيز في G1 تسمى الجاب 1 أو growth 1 phase. Preparational phase to S phase هي عبارة عن مرحلة تحضيرية بتحضر للمرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة synthesis phase or S phase where the cell grows physically larger، بحيث انه الخلية بيصير حجمها اكبر، كوبز organelles بيصير في تضاعف للعضيات اللي موجودة فيها، and make the new molecular building blocks وتعمل اللي هي مجموعة من مثلا السكريات، مجموعة من الماكرومولكيولز بتزيد مثلا من السكريات من البروتينات اللي راح تحتاجها في مراحلها اللي بعدها. الS phase هي عبارة عن cell synthesis a complete copy of DNA in its nucleus، انه بصير في عنا نسخة أخرى من DNA. إحنا حكينا إنه في الانترفيز شكله الكروموسوم أو المادة الوراثية بيكون على شكل كروماتين، ولكن للتسهيل رح نحكي إنها عبارة عن كروموسوم، فرح نحكي إنه في مرحلة اللي هي G1 فيز بتكون لساته الكروموسوم عبارة عن سينجل إنه كروماتيد، فقط كروماتيد واحد بيمثل الكروموسوم وهو بيكون هاي خلال G1 فيز. لكن في بعد اللي هي في خلال الأس فيز ما رح يصير في دوبليكيشن، رح يصير في تضاعف للDNA، فكل كروماتيد رح يجي عنده كروماتيد آخر ملاصق له اللي هو السيستر كروماتيد ويرتبطن في منطقة معينة تسمى السنترومير اللي هي هاي منطقة التضيق أو التحزم اللي موجودة في هاي الكروموسوم، فبصير الكروموسوم بدل ما كان عبارة عن كروماتيد واحد عبارة عن كروماتيدين ومتطابقات جينيا. طيب خلال اللي هي G1 فيز كمان رح يصير في تضاعف لأهم اللي هي العضيات، حكينا من أهم هاي العضيات اللي هي مين؟ السنتروسوم. السنتروسوم وهي عبارة عن 2 سنتريول، والسنتروسوم رح نحكي عنها لبعدين اللي هي مسؤولة عن تكوين السبندلز اللي هي الخيوط المغزلية اللي رح تفيدنا في مرحلة الفصل. طيب G2 فيز اللي هي عبارة عن السكند جاب فيز أو اللي هي السكند جروث فيز، الخلية لسه بتكبر حجمها أكبر، بتضاعف عضياتها بشكل أكبر، بتزيد البروتينات اللي فيها، وبتحاول هي تتحضر لمرحلة اللي هي مين؟ الديفيجن اللي هي الميتوزيس. G2 فيز تنتهي لما يبلش مين؟ الميتوزيس. إذا حكينا خلال هي مرحلة الانترفيز تشمل G1 والأس والG2 فيز. الجاب 1 أو الجروث 1 فيز حكينا هي مرحلة تحضيرية للمرحلة اللي بعدها اللي هي مين؟ الأس فيز، بحيث انه بصير فيها تضاعف للعضيات، من اهم هاي العضيات هو عبارة عن السنتروسوم اللي هي مسؤولة بتكون من وحدتين السنتريول كل وحدة، وهي مسؤولة عن تكوين السبندلز الخيوط المغزلية اللي راح تفيدنا في مرحلة الانقسام والانفصال.
غير انها هي الخلية بتكبر وبتضاعف العضيات، حكينا انها كمان تعمل اللي هي the molecular building blocks macromolecules زي البروتينات وغيرها من المواد اللي راح تحتاجها في الخطوات اللي بعدها. حكينا بعديها عن الاسفز اللي هي انه الخلية راح تعمل نسخة بدل ما كان عندها زي ما هو بالجي 1 السنجل كروموسوم عبارة عن سنجل كروماتيد، راح تعمل منه كمان نسخة فيصير السنجل كروموسوم يتكون من 2 كروماتيد مرتبطات في منطقة تضيق موجودة عليه تسمى السنترومير. المرحلة اللي بعدها اللي هي الجي 2 وهي مرحلة بعد الأسفز، هي بتتبلش تحضير لمرحلة الميتوزز، لمرحلة الانقسام والانفصال، بتنمو فيها الخلية لسه بشكل أكبر، بصير فيها تضاعف للعضيات أيضا وبصير فيها تكوين كمان للبروتينات. نبلش هسه في الميتوزس اللي هو الانقسام المتساوي. الانقسام المتساوي اللي ما حكينا عنه في منه اللي هو الميتوزس، وفي بعده مرحله تسمى السيتوكينيسيس. الميتوزس حكينا عنه انه هو عباره عن انقسام للنواه سميناه كاريوكينيسيس او سميناه نيوكليار ديفيجن او ميتوزس. المرحله اللي بعدها اللي راح تكون وهي مش جزء منه تسمى السيتوكينيسيس، اللي راح تكون سيتوبلازم ديفيجن. الميتوزس اللي زي ما حكينا عنه هو يتكون من كم مرحلة؟ من عدة مراحل. في ناس بيحكوا انه يتكون من 4 مراحل، في ناس بيحكوا انه من 5 مراحل. اللي هو اول مرحلة عندنا مرحلة تسمى البروفيز او بيسموها الايرلي بروفيز في حال كانوا بهم يعبروا عنها في عدد اقل من المراحل، يعني اما بروفيز او الايرلي بروفيز. شو بتصير فيها؟ بتصير فيها مجموعة من التغيرات. النوكليولس او النوكليولي اللي هي النوية او النويات بيصير لها بتختفي هاي النويات. السندرومير اللي هي عبارة عن ايش حكينا عنها، اللي هي المسؤولة عن تكوين الخيوط المغزلية اللي هي السنتروسوم، هي مفروض انها تكون اللي هو السنتروسوم تتحرك اللي هي لوين؟ للأقطاب. هاي اللي هي اذا في عندنا بس ملاحظة انه هاي مفروض تكون هي عبارة عن سنتروسوم مش سنترومير، لانه السنترومير هي عبارة عن هاي منطقة التخصص الموجودة في الكروموسوم، بينما السنتروسوم اللي هي مسؤولة عن تكوين الخيوط المغزلية. اذا اول اشي حكينا بصير فيها اختفاء لمين؟ حكينا اللي هي للنوكليولس او النوكليولاي اللي هي عبارة عن النوية او النويات تختفي. بعديها حكينا عن ايش؟ اللي هي بعديها حكينا عن السنتروسوم تتحرك للبولس، تتحرك لأقطاب الخلية. وهاي السنتروسوم هي مش سنترومير، هاي لازم تكون سنتروسوم. في منها نوعين، في منها اللي هي السبيندلز اللي هي الخيوط المغزلية، في شو سما منها الأسترز. الأسترز هي عبارة عن الخيوط اللي وين بتكون موجودة؟ مايكروتوبيولز، عبارة عن أنيبيبات دقيقة تمتد from each سنتروسوم، من كل سنتروسوم في إلى حافة الخلية، فبتعمل تركيب يسمى الأستر. أما السبيندلز هي بتكون عبارة عن ستراكشر برضو من مايكروتوبيولز، ولكنه بتكون أقوى وبتكون أطول من الأسترز، وهي بتكون جزء من السكيلتون، ووظيفتها إنها تنظم اللي هي هاي الكروموسومات وتنظم حركتها خلال عملية الميتوزس. إذا حكينا بصير في مرحلة البروفيز أو سميناها الإيلي بروفيز تختفي النوية، بصير في عنا السنتروسوم تتحرك للأقطاب، وهي في عنا نوعين من السنتروسوم، تعرفنا على الأسترز وتعرفنا على السبيندلز. وبحكينا أنه الكروماتين في مرحلة البروفيز، ما إحنا حكينا من البداية أنه إحنا خلال مرحلة الانترفيز بيكون المادة الوراثية عندي على شكل كروماتين، ولكن إحنا تسهيلا شرحناها على هنا كروموسوم. هسا في مرحلة الميتوزز بتبلش تتحول إلى كوندنسينيشن، تكثيف وحزم، فبتتحول من شكلها الرخو الخيط الكروماتين إلى شكلها الكوندنس المكثف في المحزن اللي هو الكروموسوم. هاي نفس اللي هي الصورة بتشرح اللي حكينا عنه، انه النوكليولس او النوكليولاي بتبلش تختفي، الكروموسومات بصيرها كوندنسينيشن، فبتتحول بدل ما كانت كروماتين في الانترفيز الى كروموسومز. الميتوتيك سبيندل تستارت تو فورم، لانها هي حكينا بالبيدمين المهم بتبلش تطلع من السنتروسوم. هاي عبارة عن الاسترز اللي حكينا تمتد من هاي السنتروسوم باتجاه اللي هي حافة الخلية، بينما اللي هي السبيندلز اللي هي عبارة بتكون اطول، وهي مسؤولة اللي راح ترتبط مع مين؟ اللي راح ترتبط مع الكروموسومات في المراحل الجاية. بعد ما خلصنا عن مرحلة اللي هي البروفيز أو سميناها الإيلي بروفيز، في عنا البروميتافيز أو بيسموها الليت بروفيز. النيوكليار إنفلوب بريكس داون، الغشاء أو الغلاف النووي ببلش اللي هي تمزق، فبتطلع منه الكروموسومات. السنتروسومز بتكون اللي هي لما حكينا عنها أول مرة أنها طلعت بلشت تشكل خيوط مغزلية، بتكون تحركت إلى أقطاب الخلية.
نوعين حكينا من السبيندلز. هسا اول مره حكينا انه في عندي نوعين من المايكروتوبيولز الاسترز وفي عندي السبيندلز. هسا في عندي نوعين من السبيندلز نفسها، في نوع يسمى النون كاينيتوكور وفي عندنا نوع يسمى الكاينيتوكور. النون كاينيتوكور هي عباره عن سبيندلز خيوط مغزليه بتتداخل اوفرلاب مع بعضها البعض وترتبط مع بعضها البعض بتخلي هاي المايكروتوبيولز او السبيندلز متصله مع بعضها البعض. بينما النوع الثاني اللي هو الكاينيتوكور مايكروتوبيولز عباره عن خيوط مغزليه بتتصل للسنترومير. السنترومير عليه بروتين. السنترومير حكينا هي عباره عن منطقه التخثر اللي موجوده على الكروموسوم، عليها بروتين اسمه كاينيتوكور، واحد على اليمين وواحد على اليسار على كل كروماتيد. تيجي هاي السبيندلز اللي اسمها كاينيتوكور سبيندلز بترتبط بالكروموسوم عن طريق هاي البروتين اللي اسمه الكاينيتوكور، عشان هيك سميناها كاينيتوكور مايكروتوبيولز. وهي كمان توضيح للأسترز اللي حكينا عنها، إنها هي عبارة عن بتكون shorter microtubules، بتكون ترتبط من السنتروسومز وهي من لحد اللي هي الإيدج أوف ذا سيل لحد حافة اللي هي الخلية. بعد ما حكينا عن مرحلة البروفيز والبروميتافيز، في عنا اللي هو الميتافيز. الكروموسومز لما حكينا عنها في مرحلة البروفيز صارت كوندنس، تحركت، حكينا اللي هي ارتبطت كمان عن طريق اللي هي السبيندلز. في هاي المرحلة الكروموسومز بتصير in most condensed form، بتصير يعني هي بلشت تتكثف من خلال المرحلة الأولى اللي هي البروفيز، لكن خلال مرحلة الميتافيز بتكون أكثر شكل مكثف إلها وأكثر شكل وضوحا. هاي الكروموسومات بتبلش تتصف في الوسط الخلية عن طريق اللي هي خط وهمي يسمى الميتافيز بليت. هي عبارة عن خط وهمي not physical line يسمى الميتافيز بليت، وهو موجود في وسط الخلية. وهي بتبلش من حكينا في مرحلة الميتافيز الكروموسومات بتبلش تصطف بشكل individually، بشكل فردي، كروموسوم كروموسوم في كل اللي هي ايش، في كل جهة. نحكينا في هاي ملاحظة انه لما بنتحول من مرحلة الميتافيز للمرحلة اللي بعدها التي تسمى الانافيز، الخلية بتمر في اشي يسمى السبيندل شيك بوينت، اللي هي زي منطقة تأكد، بدها تتفحص بتتأكد انه هاي كل الكروموسومات مرتبطة في سبيندلز، وهاي السبيندلز سبعتها مرتبطة في الكاينيتوكور البروتين اللي حكينا عنه مرتبط فيها بشكل صحيح. اذا كل اشي مرتبط فيها بشكل صحيح تروح على المرحلة اللي بعدها اللي تسمى مرحلة الانافيز، وهي عشان هيك سميناها التشيك بوينت. ولكن لو عشان بعديها تصير في عنا عملية انفصال بشكل صحيح، ولكن لو كانت مش مصطفة هاي الكروموسومات في الوسط بشكل انديفيديولي وبشكل صحيح، او مرتبطة بالسبيندلز بشكل خطأ مش عن طريق الكاينيتوكور او بطريقة خاطئة، ذا سيل والهول ديفيجن راح توقف عملية الانقسام لحد ما تحل هاي المشكلة، بعدها بتنتقل للمرحلة اللي بعدها. في عنا إيش يسمى الكاريوتايب. الكاريوتايب هي عبارة عن زي ترتيب لي، هو عبارة عن فحص بسووه بحيث إنه بيتم في ترتيب الميتافيز كروموسومز على شكل أزواج، وكل زوج بيسموه هوموجينوس بير حسب، وبيتم ترتيبها على شكل أزواج حسب شكلها، طولها، موقع اللي هو مين، السنترومير، منطقة التخثر أو التضيق الموجودة عليها. طيب ليش اخترنا الكروموسومات اللي موجودة في الميتافيز، في الميتافيز من هاي مرحلة الميتوزس؟ لأنها حكينا إنها هي بتكون in their most condensed form، بأكثر شكل تكثفا، فبتعطيني أكثر شكل clearer، يعني أكثر شكل وضوحا. بيحكينا هاي الكاريوتايب عشان يشوفوا فيها زي ما حكينا أشكال هاي الكروموسومات، بيرتبوها لأزواج، بيشوفوا طولها، مواقع سنترومير وغيرها، يستخدموها حتى يتنبأوا إذا فيها أي هيرديتري ديسيزس، إذا فيها أي أمراض وراثية عند هاي الشخص أو لا، سواء عنده كروموسوم زايد، كروموسوم ناقص، كروموسوم تركيبه غير طبيعي، كروموسوم مثلا بأبنورمال بوزيشن في مكان غير طبيعي، ممكن يؤدي إلى مشاكل تتعلق في نمو الشخص، في تطوره، وفي وظائف جسمه. ومثال من أهم الأمثلة عليها اللي هي متلازمة الداون، بحيث إنه لو عملوا كاريوتايب إلها، وهي بيسووها بالأغلب خلال مرحلة اللي هي الحمل قبل ولادة الشخص، لأنه لو ولد الشخص هو معاه متلازمة الداون راح يكون أصلا ظاهر على شكله، فما في داعي يسووا فحص اللي هو الكاريوتايب. ولكن خلال الحمل في مختبرات معينة مثلا بتسوي فحص الكاريوتايب حتى يتأكدوا إنه جنين ما راح يولد عنده متلازمة الداون أو غيرها.
فإذا لو سووا كاريوتايب لشخص بيعاني من الداون سيندروم أو بسموها ترايزومي 21، هي عبارة عن أنه هاي الشخص عنده على الزوج، مش حكينا إحنا بنرتب الكروموسومات على شكل أزواج، يعني في بحيث أنه كل زوج بيكون يتكون من إيش حكينا، من اللي هي كروموسومين. إذا لاحظوا عند إذا لاحظوا على الزوج 21، إحنا عنا 23 زوج في 46 كروموسوم، حيث كل زوج بيتكون من كروموسومين. إذا رحنا على الزوج 21 وشفنا أنه مش عنده كروموسومين فقط، عنده كمان كروموسوم زيادة، فهي دليل أنه هاي الشخص عنده داون سيندروم. سواء هاي داون سيندروم اللي هو زيادة كروموسوم على الزوج 21 من الكروموسومات، ممكن تكون في جميع خلايا جسمه أو ممكن تكون في معظم اللي هي الخلايا. المرحلة اللي بعد الميتافيز اللي هي مرحلة الأنافيز، النون كاينيتو كور مايكروتوبيولز. شو هي النون كاينيتو كور مايكروتوبيولز؟ حكينا هاي عبارة عن نوع من أنواع السبيندلز، ولكنها ما بترتبط مع الكروموسوم، لا هي اللي بترتبط مع بعضها البعض، الأوفرلاب with each other، بصيرها عملية إلونجيشن بتتطول. بينما الكاينيتو كور اللي بتكون متصلة مع اللي هي الكاينيتو كور بروتين الموجود على الكروموسوم في السنترومير، بصير لها شورتين بتقصر، فهاي بيأدي في مرحلة اللي هي بتفصل الكروموسومات بحيث أنها بتأخذ كل كروماتيد الى جهة اخرى مقابلة للجهة اللي انسحب الها الكروماتيد الاخر. زي ما احنا شايفين بالصورة، هاي عبارة عن مين حكينا، هاي اللي هي السبيندلز اللي هي متصلة مع بعضها البعض، هاي سبيندل متصلة مع سبيندلز، هاي عبارة عن نونكاينيتوكور، بينما هاي عبارة عن سبيندل متصلة في السنترومير، فهي عبارة عن مع الكاينيتوكور، فهي عبارة عن ايش حكينا، عبارة عن كاينيتوكور مايكروتوبيولز او سبيندل. حكينا انه في هاي مرحلة الانافيز النونكاينيتوكور سبيندل بصير لها إلونجيشن، هي تطاولت، بينما النون كاينيتوكور صار لها شورتن قصرت، بعد ما كانت أصلا هي موجودة وين؟ في مرحلة الميتافيز في الوسط، في الميتافيز البليت اللي حكينا عنه. لما أثناء اللي هي هاي قصرها بتسحب معاها زوج، اللي بتسحب معاها واحد من الكروماتيدات اللي كان موجود مع الكروموسوم، فسحب هاي كروماتيد لهاي الجهة وكروماتيد للجهة اللي تحت، دول جهات مقابلة. بيحكينا انه ملاحظة مهمة بدنا نعرفها، انه كل كروماتيد بهاي الحالة بصير هو عبارة عن كروموسوم، فبرجع الكروموسوم عبارة عن سنجل كروماتيد، يعني صار في عندي كروموسوم كروموسوم وهاي كروموسوم وهاي كروموسوم، صار في عندي 8 كروموسومات. بعد ما كان كل كروموسوم كان عندي 4، كل واحد بتكون من 2 كروماتيد، صار عبارة عن 8 كروموسومات، كل واحد يتكون من سينجل كروماتيد. المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة التيلوفيز، وهي تقريبا آخر مراحل الميتوزيس. The cell is nearly done dividing، تقريبا الخلية خلصت انقسامها، بتبلش تعمل تترجع تركيبها الطبيعية اللي كانت موجودة عندها لما حكينا اختفت النووية، تمزق الغلاف النووي وغيرها. The mitotic spindle is broken، الخيوط المغزلية خلاص هاي طلعت تبلش اللي هي تتمزق وترجع إلى مكوناتها الأصلية البيلدينج بلوكس وتختفي. التو نيكليولاي اللي حكينا عنها اللي هو بصير بظهر عندي النيكليولي النيكلياي، بتتكون عندي نوويتين جديدات مطابقات لبعضهن اللي هي البار، تكون نواتين جديدات، وبرجع في عنا اللي هي النيوكليار ميمبرين الغشاء اللي هو الغلاف النووي، وبترجع عندي النيوكليولاي اللي هي عبارة عن نووية بترجع تظهر. The chromosomes began to decondensation، ببلش الكروموسوم يرجع لشكله السترينج اللي هو عبارة عن شكله الخيطي، شكله الكروماتيني، باقي بصير له عملية ببطل مكثف، بترجع يرجع شكله رخو، بيرجع شكله الكروماتين. إذا هاي في التيلوفيز حكينا إنه السبيندل بصير لها ديسابير، بتختفي هاي اللي هي السبيندلز، بتتكسر لمركباتها الأصلية وبتختفي. النيوكليار ميمبرين بيرجع بظهر كمان مرة بعد ما حكينا عنه لما اختفى، بعديها بتبلش عنا حكينا بتكون عندي نواتين، حكي بتظهر عندي ترجع النووية بتظهر، بتكون عندي نواتين متطابقات جينيا. حكينا كمان فيها ان الكروموسوم ببلش يرجع لشكله الخيطي، بصير له دي كوندنسيناشن بعد ما صار له كوندنسيناشن خلال الميتوزيس. بعد ما خلصنا النيوكليار ديفيجن والميتوزيس، حكينا انه في مرحلة من الميتوتيك فيز الثانية بقى، او الديفايدنج فيز او الام فيز، كان اول جزء هو عبارة عن النيوكليار ديفيجن او سميناها كاريوكينيسيس او سميناها ميتوزيس، كانت عبارة عن قسام النواة. اما الجزء الثاني منها هو عبارة عن سايتوكينيسيس اللي هو ديفيجن او ذا سايتوبلازم، اللي هو انقسام السايتوبلازم حتى بالنهاية يكون خليتين جديدات.
overlaps the final stage. بحكي لنا انه هاي السيتوكينيسيس ممكن تبلش خلال اللي هي مرحلة الانافيزم، يعني تصير مع بعض في نفس الوقت، او خلال مرحلة التيلوفيز، او حتى قد تكون بعد انتهاء اللي هي التيلوفيز في وقت قصير. فبتعطينا يعني ممكن تصير اللي هي السيتوكينيسيس مع نفس مع الميتوزيس خلال الانافيز او خلال التيلوفيز او بعد نهاية التيلوفيز في شكل قليل. بعطينا بالنهاية خليتين متماثلات. هسا عملية السيتوكينيسيس انقسام النواة تختلف في خلال الانيمال سيلز والبلانت سيلز. الخلية الحيوانية بصير اسمها بصير إلا عن طريق إيش يسمى كليفج فورو، اللي هو عبارة عن بصيرها تخصر، أو اللي هي زي منطقة تخصر خلوي بتنقسم من خلالها، بحيث إنه في عندي خيوط بروتينية تسمى خيوط الأكتين بتعمل على فصلها، زي ما احنا شايفين زي حلقة من خيوط الأكتين بتتكون فيما بينها وبتفصل لي إياها، بتعمل زي منطقة تخصر بتفصل لي إياها بعد ما كانت خلية واحدة إلى خليتين. لكن الخلايا النباتية عندها جدار خلوي، وجدارها الخلوي هو استف وقاسي وصلب، فصعب انه يصير في عندي منطقة اللي هي كليفج فرو، منطقة تخصر زي في حالة الانيمال سيلز. فشو اللي بيصير فيها؟ الجولجي والاندوبلازميك ريتيكولوم، جهاز جولجي والشبكة الاندوبلازمية بتطلع فيزيكال زي حويصلات، هاي الحويصلات بتتكون حكي انها بتظهر في هاي الخلية وبتفصل لي اياها الى تو سيلز، وكل واحدة بصير عندها نيو سيل وول. اخر اشي رح نحكي انه البيرنت سيل او المذر سيلز، الخلية الاساسية اللي اعطتني الخلايا اللي هي الجداد عن طريق الانقسام المتساوي، حكينا انه سميناها البيرنت سيل او المذر سيلز، كل واحدة رح تعطيني تو دوتر سيلز زي ما شفنا في الصورة، هاي اعطتني تو دوتر سيلز وهي اعطتني تو دوتر سيلز، وبيكونوا جينيتيكلي ايدنتيكال. الميتوزز الانقسام المتساوي بصير فقط في الخلايا الديبلويد التو ان، يعني اللي عندها مجموعتين من الكروموسومات، اللي عند الانسان مجموعتين مقصود فيها انه عبارة عن 46 كروموسوم مترتبات على شكل 23 زوج. من هاي الخلايا الديبلويد عندنا سوماتيك سيلز، الخلايا الجسمية زي خلايا السكين، خلايا الجلد، خلايا الليفر، الكبد، الكدني، خلايا الكلى، الزايغوت والفير او الفيرتلايزد ايك، البويضة المخصبة او الزايغوت، وهي عبارة عن سوماتيك سيلز كمان. نحكي اخر اشي يعني الفانكشن اللي هي اهداف او وظائف عملية الميتوزيس، هي بتعطينا اسيكشوال ريبرودكشن، هي تعتبر شكل اشكال التكاثر اللاجنسي، بحيث خاصة في الاشخاص او في الكائنات الحية بتكون تتكون اصلا من خلية واحدة زي البراميسيوم. تعطينا اشخاص بحيث بيحكينا اول اشي بدنا نعرف طب شو الفرق بين الاسيكشوال ريبرودكشن اللي هو التكاثر اللاجنسي وما بين اللي هي الانقسام المتساوي. الاسيكشوال ريبرودكشن هو ان نكون أو formation تكوين one or multiple genetically identical individual from one parent، إنه بيكون في عندي one parent بيكون اللي حكينا اللي هي multiple individual كامل، مش فقط خلايا إنما كائن اللي هو كامل سواء واحد أو أكثر من واحد، وبكون genetically identical للبيرنت. بينما الميتوزيس هو بصير في duplication بس اللي هي تكثير للكروموسومات تبعت اللي هي الخلايا، وبعديها بدو يصير لها cytokinesis وغيرها، فهي بتعطيني خلايا فقط ما بتعطيني whole individuals، على عكس الاسيكوال ريبرودكشن انه اللي بيكون ناتج عنه هي افراد كاملة مش خلايا زي في حالة الميتوزيس. كمان الميتوزيس بيساعدنا غير في الاسيكوال ريبرودكشن في عمليات الريبير، في عمليات العلاج زي في الحروق، في الانجرس، في الاصابات والجروح وغيرها. كمان بيساعد في عملية الجروث. شو يعني جروث؟ هي عبارة عن نمو. لما بنحكي نمو هو عبارة عن زيادة في عدد الخلايا، ولكن ما بيزيد عدد الأفراد، يعني الخلية نفسها بتصير تنقسم وتزيد من عددها، بس بضل عندي بس داخل الشخص نفسه، يعني الشخص نفسه بتزيد عدد خلايا، ما بتكون شخص جديد. في عنا لآخر إشي بيساعدنا في عملية development التطوير. لما إحنا بنحكي عن تطوير مقصود فيها إنه كيف البويضة المخصبة راح تعطينا جنين، والجنين كيف راح يعطينا في النهاية اللي هو عبارة إنه يصير تكثير إله growth بتزداد خلايا وبعطينا اللي هو مين اللي هو الإنسان في النهاية. رح نحكي هسا عن عدد الخلايا الناتجة من الانقسام. حكينا انه في الخلية الواحدة او الخلية الواحدة بصير لها انقسام بتعطيني كم خليتين، فالاثنين هي عبارة عن عدد الخلايا الناتجة من الانقسام اللي هن خليتين، يعني كل خلية بتعطيني خليتين فقط. الان هي عدد الانقسامات، يعني مثلا عندي اللي هي خليتين انقسموا مرتين، فاول خلية رح تعطي اللي هي عندي خليتين
انقسموا اللي هي مرتين، فشو رح يصير في عندي؟ 2 أس اللي هي 2 أو للقوة 2 رح تعطيني 4، بحيث إنه في عندي أول خلية، أو الخلية أول مرة انقسمت أعطتني خليتين، كل خلية فيها انقسمت أعطتني كمان خليتين. The number of mitotic cell division required to produce، هاي في عنا سؤال بحكينا إنه عدد الانقسامات اللازمة حتى أطلع 256 خلية من خلية واحدة، كم مرة لازم تنقسم هاي الخلية؟ بنطلعها بنحلها بتطلع معانا 8، اللي هي لو هاي الخلية انقسمت 8 مرات في كل مرة من انقسام أعطتني خليتين، فإحنا بتكون لنا بالنهاية 256 خلية.